ألحب يا سيف. يا أخي قلت لك جدي مرابط لي. يا ماجد ترى ضاحي معطينا مهلة لمدة أسبوع، إذا ما سلمنا الفلوس أنت تدري إيش راح يسوي فينا. يا أخي أقول لك جدي محاصرني وأبوي مسافر. أنا بمرك تحت البيت، ورمني المفتاح وعلمني وين مكان البضاعة، وأنا راح آخذ البضاعة وأسلمها إياه. يا ابن الحلال تبيني أدسها في البيت؟ وأبوي كان معي. سيف شايفني سبيكة؟ يا أخي وين المكان؟ علمني فيه وأنا أروح. هاطف أنا عشان أعلمك مكانها. تبي تاخذها وتبيع على أخوي أنا؟ عيب عليك، تراني خبرة. يا ماجد تراك تلعب بالنار، أنت تدري لو ما سلمنا البضاعة خلال أسبوع أنت تدري إيش راح يصير فينا. طيب طيب إذا طلعت بعطيك إياها. ماجد تعال تعال يا ماجد، وش عندك؟ وين رايح؟ مصدع وقلت بروح لش اسمه الصيدلية خذني دواء. عندك صداع؟ ايه. تصدق يا ولدي انا ما امشي الا من حبوب الصداع، كلك ثنتين ورح نم تبي تقوم الصبح مروق. ابشر. اسمع يا ولدي رح نم علشان بكره بصحيك صلاة الفجر وبنروح عندنا شغل. يلا جدي انا اقول باخذ حبتين معك لكن بروح للمسجد وانتظرهم لين يخلصون. يعني قصدك تروح تدخل بالمسجد ولا تجلس برا عند المسجد؟ شحاد انا اكيد بدخل داخل. يا ولدي المساجد تصك عندنا بالليل، عندكم بربا ما يصكون؟ تصبح على خير يا ولدي. جدي ليش ما تحبني؟ وش اللي يخليني احبك؟ وش فيك شيء يخليني احبك؟ فيني اني حفيدك. انك حفيدي يا ولدي الكلمه هذه كلمه غلط توارثوها على غلط، مستحيل تكون اغلى من ولدي الا اذا شفت منك شيء يخليني افرح فيك. قل لي وش هالشيء اللي خليني افرح فيك؟ الشيء اني ولد واني انا اللي برفع اسمك واني بوارثه لعيالي وعيال عيالي. ايه انك ولد وبترفع اسمي. طيب يا ولدي تخيل لو جدك اللي قدامك بيع مخدرات بيرفع راسك؟ الا بيصير عار عليك يا ولدي. الولد اللي ما يرفع راس ابوه ما يعز ابوه، والبنت احيانا بتصير أبرك من الولد. اللي تربي عيالها صح أبرك من الولد. أبى أقول لك قصة. يوم كنت أشتغل بالدمام زميلي عنده ثلاث بنات، الكبيرة منهن طبيبة نسا ولادة اسمها يرج لندن رج، رفعت رأس أبوها ورفعت رأس البلد، ويوم جت هنا أبوها بكل مجلس يتفاخر فيها، سوت بنتي قالت بنتي فعلت بنتي. ومثل ثاني للأسف أحد الزملاء ولده بيع مخدرات، أبوه لجب المجلس طمن رأسه من عمايل ولده. إيه فهمت قصدك، تصبح على خير. وأنت من الخير يا ولدي. هلا يا فيصل، شلونك؟ شلون ماجد؟ ان شاء الله انكم بخير. جيتوا من السفر؟ ايش؟ لا لا بخير بخير. لا 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 تشيل الهم، انا شلته. شلت ايش؟ اسمع يا فيصل، انا صرت مكانك ابو الماجد. ماجد كان يحتاج ابوه. اي نعم كان يحتاج ابوه يحتويه ويهتم فيه. لا 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 بنصحك نصيحة هنا يا فيصل،
لا تخلف مرة ثانية إذا كان هذه تربيتك. أنت عقيت ماجد قبل يعقك يا فيصل. إيه نعم، في أمان الله.